الشروع في أنشطة تطوير مشروع الفوسفات المدمج هو أحد الطرائق كي تصبح الجزائر من أكبر الدول المصدرة للفوسفات. بعد توقيع اتفاقية لإنشاء شركة ذات أسهم جزائرية صينية. إذن بالنسبة لاتفاق الشراكة الذي كان بين أو الذي كان أولا بين شركتين جزائريتين اللي هما مجمع الصناعي أصميدال ومجمع المناجم مناجم الجزائر مع شركتين صينيتين اللي هي شركة يوهان وشركة يونان، بحيث أنه الشركة الجزائرية يعني انبثق عن هذا الاتفاق شركة جزائرية تسمى الشركة الجزائرية الصينية الأسميدة، حيث تحوز منها الجزائر أو الشركتين الجزائريتين على 56%، بينما يحوز الشريك الأجنبي اللي هو الشركة الصينية على 44%. وقع الاختيار على الشركة الصينية بحكم مجموعة من العوامل. العامل الأول بحكم يعني العلاقات الاستراتيجية بين الجزائر والصين فيما يخص الجانب الاستثماري أو جانب الاستثمارات للشركات الصينية في الجزائر، لأنه تعتبر الصين كشريك استراتيجي للجزائر، هذا من جهة. من جهة أخرى تعتبر الصين كأول وأكبر دولة منتجة ومصدرة للفوسفات في العالم، بمعنى أنها تحوز تقنيات جد متطورة وجد متقدمة في استغلال واستخراج هذه المادة، وبالتالي كذلك طريقة استغلالها بتقنيات حديثة جدا، حتى أن الشركة أو شركة يونان تعتبر من بين الأكبر الشركات المطورة للجانب التقني وجانب استغلال مصانع الأسمدة. هذا جانب يعتبر كمشروع جد ضخم، بمعنى أن هذا الاتفاق تعدى مبلغ الاتفاقية إلى حدود 7 مليارات دولار، وهو يعتبر مبلغ جد كبير جدا مقارنة بهذا النوع من الصناعات، وبالتالي هذه الضخامة تمنح للشركة الجزائرية هذه الشركة الجزائرية الصينية للأسمدة تمنح لها متسعا من السوق، سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي. على المستوى الداخلي أنه يعتبر هذا يعني تعتبر هذه المادة كمادة أساسية تدخل ضمن الصناعة الغذائية، وبين قوسين بين نتكلم على الجانب يعني على الزراعة بالضبط، بمعنى أنه يعتبر كمادة أساسية تدخل ضمنها ما يسمى بالأسمدة الموجهة يعني الموجهة للزراعة. هذا جانب. كذلك من الجانب الآخر أنها تتيح أو توفر يعني مناصب شغل حتى تخلق نوع من التوازن الاقتصادي فيما يخص توزيع يعني توزيع النشاطات الاقتصادية. المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار طرح أن الجزائر حاليا تنتج ما يقارب من 3 مليون طن من اليوريا، وبهذا المشروع ستنتج الجزائر أكثر من 6 ملايين طن من المنتجات الفوسفاتية سنوياً، كون الجزائر أعدت أكبر دولة لإصدار الفوسفات.